نفتكر اللي احنا كنا واخدينه عن المصفوفات، ان المصفوفة هي مجموعة من الأعمدة والصفوف مرتبة ترتيب منظم. وكان الشرط اللي يخلي لي الشكل بتاعي ده مصفوفة ان ما يكونش فيه اي فراغات، بدون فراغات. ده كان الشرط الوحيد. يعني ايه بدون فراغات؟ يعني لو انا عندي شوية هي كور كده جنب بعض، اقدر اقول على دي مصفوفة؟ لا طبعا، دي مش مصفوفة، لان المصفوفة مش مترتبة، ولا الاعمدة مترتبة، ولا الصفوف مترتبة، غير ان في هنا فراغات في النص اهي، كل دي فراغات في النص. يبقى شرط ان الشكل بتاعي يكون مصفوفة ان يكون من غير فراغات. طيب بعد كده المفروض ان انا اعرف ان انا اسمي المصفوفة بتاعتي دي، اسم المصفوفة. علشان اسمي المصفوفة اسميها ازاي؟ لازم اكون عارفة ان انا اعد الصف بتاعي والعمود بتاعي، يعني اشوف انا عندي كام صف وكام عمود. فهبدأ اشوف المصفوفة اللي عندي دي. انا عندي اول عمود اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة. كم عمود؟ اربعة. فأقدر أقول إن عدد الأعمدة بيساوي أربعة. طب عندي كم صف يا ترى؟ ده عند الصفوف، واخدين إن الصفوف هي اللي بالعرض. أدي صف الأول، واحد اتنين تلاتة، يبقى عدد الصفوف بيساوي تلاتة. فأقدر أقول إن أنا عندي كام عمود؟ نعد تاني مع بعض، واحد اتنين تلاتة أربعة. كام صف؟ واحد اتنين تلاتة. طب اسم المصفوفة بسمي المصفوفة دي ازاي؟ عشان أعبر عن المصفوفة بتاعتي ببدأ أسميها بعدد الصفوف وعدد الأعمدة. يعني بتكون عدد الصفوف في عدد الأعمدة، يعني صف في عمود. طب أنا عندي هنا الصفوف كام؟ تلاتة. في الأعمدة كام؟ أربعة. يبقى ده اسم المصفوفة بتاعتي، مصفوفة تلاتة في أربعة. يبقى أنا عشان أعد المصفوفة أعد الصفوف وأعد الأعمدة، وبتكون اسم المصفوفة بتاعتي بعدد الصفوف في عدد الأعمدة. الصف قبل العمود، يعني الصفوف الأول وبعدين الأعمدة. فبتكون المصفوفة بتاعتي 3 في 4.